لكن الأنظمة مانعتهم. الآن شوية الإعداد للغرض المادي مش محتاجة إشي كثير، والله جعل فيها معجزة. فانظر مثلا قطاع غزة محاصر تحت الحصار يصنع معاني الانتصار من قلب الحصار، وهذا يذكرنا بحصار رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمدينة المنورة. من قلب الحصار بشر وهو يضرب الصخرة بفتح الشام وفتح بلاد فارس وبلاد اليمن وبلاد الرومان، بشر بذلك، وحتى أنه بشر بفتح آسيكانا إسطنبول وبشر بفتح روم. إذن كل هذه أثناء الحصار. وأن نحن نشاهد أيضا أن هناك آخرين حوصلوا في أماكن يعني صغيرة هنا أو هناك في سوريا أو في لبنان وصنعوا معجزات بالسلاح. إذن لماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ ولماذا نعطي الدنيا في أمرنا وفي قضيتنا المقدسة؟ لماذا؟ هذه أسئلة كبيرة جدا. الذين تحت الحصار لهم أوكرانيا لعيونهم زرق ويعني بشرتهم بيضاء ويأتيهم السلاح من كل فوج ومن كل مكان في الدنيا، وإيش صواريخ ستينجر، حتى ألمانيا غيرت دستورها كمان، اللي ما كانت تشارك صارت تشارك. وبعدين ما ظل إنه أبي تريكا رفع يعني تي شيرت وحكى أنا معك يا غزة، قال هذا سياسي في الرياضة، وتعال يا أبو تريكا من حاسبك. طيب ما أنتوا طلعتوا كل الفرق الروسية، طلعتوها نهائيا، وطلعت الرياضة سياسي والدبلوماسية سياسي وأيضا البرلمان الألماني سياسي، وطلعت الولد صحيح. هذا النعسان هذا في أمريكا اللي بيسموه جو بايدن سياسي، وطلع بلينكين جايب هذول المكتفين على عند أقدام بن غوريون. ولكن سألتم من 3000 جندي دفنتوهم؟ كان سألتم أنتوا جايب معك وزير الخارجية المصري؟ كان يا شكري حكيت لهم وين دفنتوا 3000 جندي؟ هؤلاء شهدائنا، هؤلاء ما بنتنازل عن دمهم، وعمر الدم ما يصير مي. عنا ثائر كبير يا بلينكين. هنا سقطت الطائرة الليبية فيها 301 من الركاب، الله كتب لشهداء مصر واحد منهم رأيناه حيا، و301 من ركاب الطائرة الليبية اللي سقطت في ذات المكان بالصاروخ الإسرائيلي، واحد أيضا بقي على قيد الحياة. سبحان الله. وانت يعني بتشوف شيء إعجازات رب العالمين، واحنا بندخل على عجودي في داخل الزنزانة في مصر من عيد وما هيك سليمان خاطر، ما بتتذكروا مدرسة بحر البقر من ننساها، وأطفال مدرسة بحر البقر من ننساهم، ولا من ننسى يعني المجازر اللي صارت في لبنان عندما قصفوا وشمعون بيرس قصفهم.